نعم حليوي، الخبرية بتقول روحت عليك فرنش كيس لأنك OCD ومهووس بالنظافة. هاي خبرية. هاي خبرية حلوة. هاي خبرية. بس قد ايه اعمر وما بأثر اذا عم نحكي اشياء فرنش كيس. عمو الفرنش كيس هيدي بتكون بتيجي هي هيك فرنش فرايز بس على بوس. اي مزبوطة الخبرية. مزبوطة. خبرنا شو صار؟ كان يا ما كان ايام الكورونا واحد اسمه نعيم ايام اخر الكورونا لما بلشت العالم تقول انه خلص مش الحال ويقولوا لنا صار فيكم تعملوا شو ما بدكم وهيك ايه بس ضل عنده شوي عندي شويه وسواس لانه OCD شوي هيك بقولوا ما بعرف. فالمهم كنا متعرفين على اخت صبيه يعني هيك يعني حبوبة مثل افضالكم ولا هذا حبيبي مسي عم جرب نتودد وهيك حسيت في هذا الاستلطاف وكذا وصلنا لمرحله الجد. فقلت انا هلا شو لازم اعمل بهالحاله اوكي هلا غمره كذا صرت انا بين المزح والجد بعد كل غمره انه شو يابا هيك نظف قبل ما توصل على PCR اول شيء. طيب الاخير صارت القصه انه لما كنت بدنا هنا انه لا اوكي خلص ما مش الحال لانه هذا قلت لها انا OCD ما بعمل انا OCD ما بس انا عن جد نعيم بدي اعرف انت قربت وانت اللي رجعت بعدت؟ انا قربت ورجعت بعدت لانه هي بمطرح معين اجتني هذه اجت معي هذه الصوره انه لازم اوقف هون وهيك بس ما فهمنا شو قربت عملت يعني كل خبرية ما ذكرت بوسي بوسي خفيفه اول شيء بس كيف سؤال في سمك في وفي يعني اي واحده ما هي بلشت بهاي لما هي عملت محاولة ال هي قلت لها فرنش لا فرنش لا غير لغة بدها ايه ووقفت هون وبسبب الكورونا ما طلع لنا هيدي المرة انا عاك يعني شو؟ انا عاك؟ لا ما بيعمل ببوظ نعم يا زلمة كورونا عم تحكي عن خبرة او شو؟ خير في اشياء ما فينا نحكيها على شو فرح انا عاك؟ بصراحة ايه ما بحس انه معقول من وراء انه تطهير ومدري شو هيك ما تبوس على قد قدامك ودجاج حاسس بشيء تجاهه لما بدها تصير الشغلة انه بعد كورونا واحد مكبوت ببوس شو ما كان بوش الخليل طلع بعيونه وجيبي لي الحقيقة لا لا ما سألي سؤال واحد كورونا اكيد من خوف الناس من الكورونا بيعمل هيك لانه كورونا يعني كانت خطرة كثير انا اوكي بدنا نشوف لكن اذا الجمهور اقتنع فصوته بيهز اذا اقتنعتوا ونو اذا ما اقتنعتوا والتصويت ببلش هلا شو OCD يعني بس 40% اقتنعوا و60% ما اقتنعوا ما بصدقوك 60% بتعرف شو تمثل شو الحقيقة؟ كنترول شو لازم مضبوطة أو لا؟ صارت مبلا صح صارت صحيح روحت عليك فرنش كيس؟ نعم فرنش كيس الله عليك OCD لا مضبوطة مضبوطة إيه خبرنا شو صار وكيف زعلت وكيف ما بدها بقى تحكي معك مش زعلت هي اخذتها شخصية إنها لا هلا بتعرف شو بدها تاخذها؟ كان اسمها تراز لا إنها تحط الطاهر تمها بهذا المطهر تبع الإيدين ما كانت تقبل فوقتها زعلت عامل لها قنبوز تراز انا عم بقول له بركي الغنية بتزبط لأنه هيدي بس للإيدين اسمه هاند جيل مش إنه هاند جيل من وقتها هلا طاهر نيعك هيك